وقال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه وما زلنا مع كتاب الرقاق، قال: باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: حدثني يحيى بن يوسف. هنا قال في التعليق، أتى الشاهد على التعليق أتى بالآية صح؟ نعم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ماشي اتفضل. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن يوسف. يحيى بن يوسف من الثقات. قال: أخبرنا أبو بكر. من أبو بكر؟ بن عياش. أبو بكر بن عياش. نعم. نعم. هو من الثقات. قال عن أبي حصين. كلهم على الكنية أبو حصين. عثمان بن عاصم. من؟ عثمان بن عاصم الأسدي. عثمان بن عاصم الأسدي من الثقات. نعم. قال عن أبي صالح. زكوان زيت. هو من الثقات الأزبت. من أزبت الناس في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. هذا حديث، هذا حديث محور عظيم جدا، وهو حديث يعني لكل من باع نفسه للدنيا. أيضا في زيادة في الطبراني قال فيها: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الزوجة. وهذا هذا أسوأهم. تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش. نعم. وقال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. قال عن ابن جريج. صفات الأزبات. ابن جريج فقيه مكة، عبد العزيز بن عبد الملك. نعم. قال هو من أزبة الناس في عطاء، هذه عطاء في إسنادية احنا بنمر عليه. قال عن عطاء. وعطاء وسيد الفقهاء في مكة، وكان من الطرائف أنه كان أحتب أسود أعمش يعني، ومع ذلك كان سيد الناس، أعتقوه من أجل العلم الذي حمله. ولذلك ابن عباس كان يقول يعني: تسألون فيكم عطاء؟ وقال: عطاء فقيه المناسك. فعطاء كان فقيه مكة، شوف كان مولى من الموالي، والناس في أسرها تلتف حوله. ولذلك لابد هنا أن نقول التفاف حول العلماء. وهنا واجب علينا أن نقول شيئا حتى يظهر في على السماء. إيش تفضل؟ هو أنا ساكت. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. عن عطاء رحمه الله أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، من العبد الأربعة، صحابي من صحابي، ترجمان القرآن، حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، كفى، تحققت في نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حين ضمه، ثم قال: قال: اللهم علم التأويل وفقهه. نعم. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الله. وقال رحمه الله: حدثني محمد. قلت مر. نعم. طيب حدثني محمد. قال أخبرنا. لا قل بقى محمد من؟ محمد بن سلام. محمد بن سلام. شيخ البخاري. نعم. بكين. وهنا مخلد. من مخلد؟ قال أخبرنا مخلد. مخلد من مخلد القطواني. مخلد بن يزيد. الجزري القرش. نعم. ليس قطواني. قال أخبرنا ابن جريج. وهنا أصلا كان في سؤال عتق، لعتق الكفارة فقط، قلنا قال سلم من عتق مسلما. قال أخبرنا ابن جريج. ابن جريج المكي. قال سمعت عطاء. عطاء عالم الدنيا كما قلت، فقيه مكي. عطاء مر علينا مر. نعم. يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: لو أن لابن آدم مثل، لو أن لابن آدم مثل واد مالا، لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد أنه قال، عن عباس بن سهل بن سعد أنه قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنه على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا مل من ذهب أحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثة، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال رحمه الله: حدثنا عبد وابي ختم الباب. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب انه قال: اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه.
وعنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اختم قال اختم الذي يأتي. وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه وعن الجميع أنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وتعاطفوا على حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وكلها فيها طمع ابن آدم وتمسك ابن آدم للدنيا. حديث تعس هنا في قوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الفتنة هنا الفتنة تكون بالخير وبالشر، والفتنة مداها الاختبار، يعني الفتنة مداها الاختبار. وقد قال العلماء معنى الفتنة في كلام العرب الاختبار والابتلاء، منه قوله تعالى: فتناك فتونا، أي اختبرناك اختبارا. والفتنة الإماء. وطبعا أصلا يعني حقا قال الله تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد ولا بد حتى يظهر لمعان الألماس، الاختبارات تأتي وتتوالى وتقف على الإنسان. والله الموفق بالسداد والرشاد والثبات. والإيمان عن القصد، ومنه قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك أي يميلونك، قالوا أعبد آلهتنا يوما وأعبد إلهك يوما. ولذلك أنزل الله عليه آية فاصلة، وش قال؟ وشوف أنا لما قلت لك وهنا ماذا يقال: صاحبك حفظه الله أتى بها، قال: وقدر كل امرئ ما كان. شوف حفظ الله، أنت واجب عليك كل مرة تقول حفظ الله. طيب ها، ولولا أن ثبتني، ولولا لا لا أبنى هون شيخ قال: ودوا لو يدهن، خلاص الإجابة جاءت. ودوا لو يدهن، ودوا لو تدهن فيدهنون. قال: فلا تطع ولا تقل حلاف، ولا تقل كل حلاف. رأس بذلك ودوا لو تدهن فيدهنون. نعم. وقيل أيضا الفتنة الحرق والابتلاء كذلك، أنت تكون تشتعل. كان هناك من قال: يعني أنا عارف أنني في 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 اختبار، لكنه نار اشتعال. نعم، هو نار واشتعال. طب ليه نار واشتعال؟ كلما أدخلت الزهر في النار واشتعال ماذا يحدث؟ يصفر ولا يصفر؟ يصفر. على الأقل أنه يأتي بيش بلمعان. جزاك الله خيرا أحمد. أحمد يقول: حسب الفتى إذا منال سعيه. الفتنة أيضا تأتي على بمعنى النار. الفتنة أيضا تأتي معنى النار، لأنه قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون. وقد أخبر الله جل في علاه أن الأموال والأولاد فتنة. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخره. لأنه جل في علاه فطر العباد على حب المال والولد. والنبي في الأحاديث الأسرياء يبين أن ابن آدم إذا كان له واد من ذهب يتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ فابن آدم إلا التراب. معناه أنه جموع منوع، ومعنى أنه يفتن بالمال. قال السلام: بادروا بالعمل فتنا، هل ينتظرون إلا غنا مطغيا، أو فقرا منسيا، أو هرما مفندا، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. الحمد لله، جزاك الله خيرا شيخ، أحسن الله عليك، جزاك الله عنا خيرا. وهذا فيه إشارة إلى ذنب الدنيا والحرص عليها، ولأن الإنسان عندما يكون حريصا يكون ذليلا، كلما حرص على شيء كلما كان ذليلا، إلا في حرص واحد فقط يكون به عزيزا ويتمسك به القربات. يعني خلينا نقول الحرص الوحيد الذي يمدح هو الحرص على الدين، أن تحب المرء لدينه وحسب، أن تحب المرأة وتنصره لدينه، فهذا يجعلك يعني يجعل هذا الحرص عند ربك فلا درجات فوق الدرجات. أما الحرص على الدنيا، الحرص على المكان، الحرص على الوجهة، الحرص على السلطان، الحرص على الرفاهية، هذا كله لا بد أن يجرك جرا إلى الخسة وإلى الندالة وإلى التنصل من الواجبات، وأيضا إلى المداراة وإلى المداهنة، وأيضا إلى بيع الدين، تصل إلى ذلك. وآخر الزمان بيع الدين كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر الفقر أيضا، الفقر المنسي ليس كل الفقر، لأنه قال اللهم احيي مسكين أميت مسكين واحشرني مع زمرة المساكين. أيضا هنا قال تعس في هذا الحديث الأولى، قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميس، تعس عبد الدينار. ما عبد الدرهم؟ تعس من التعس لا يجد سعادة. وهنا لذلك أنت ترى كثير من الناس الذين يعني عنوا بالدنيا وما فيها من الغنى ومن الرفاهية، ما تراه إلا تعيس النفس، يعني ترى ذلك على تجعيد وجهه، كلما تنظر إلى وجهه علمت ما فيه. أنت ترى على الذي زاهد في الدنيا بهاء غريبا، عندما تنظر إلى وجهه ترى قبولا، ما أنت ما تصدق ما هذا القبول، كيف هذا القبول، فاهم؟ هذه تكون على المؤمن الذي أراد الأخيرة ما أراد الدنيا. أما الذي همته وهمه الدنيا يجعل الله جل وعلا هذا البؤس في وجهه، طبعا لا يراه أي أحد، يعني الله جل وعلا يعطي أناسا يرون ذلك، ترى وجهه فيه تجعيد مؤذية جدا، ترى وجهه فيه تفهرج، فيه سواد لا يظهر لأي أحد، لأن السواد أمر معنوي تراه بذلك، فما تجد فيه سعادة بل تجد فيه التعاس، يملأ يضحك ملء فيه وقلبه يحترق، يشرب يأكل يترنح مع الناس، ومع ذلك تراه انخلى بنفسه الهم على وجهه، يعبر بشيء أنت لا تستغرب ولا تعرف كيف تفسره. أما الذي ترك الدنيا وطلقها ثلاثا لله جل في علاه، ما تراه إلا سعيدا حرا ليس مقيدا. أما صاحب الدنيا فهو ذليل للدنيا مقيد لها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعسا، وهذا فيه المذمة الكبيرة على أنه ترك الآخرة وأقبل إلى الدنيا، والدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة، لكنه لم يكن إلا من أبناء الدنيا، لذلك قال تعسا عبد الدينار. كيف كان عبدا للدينار؟ كان عبدا للدينار بأنه يحب له، يبغض له، يوالي عليه، يعادي عليه، يترك الدنيا له، يعني العبادة يتركها من أجله، يعني تقول له صلي يقول لا الآن عندي صفقة ما أتركها، تصلي يقول لك عندي شيء آخر أنا أبحث عنه في الدنيا، فهو أصلا صار عبدا للدينار، بمعنى أنه صرف أوقاته وجهده لهذا الدينار، هذا الدينار. نعم صحيح، شهادة قال يحب له كما قلت ويكره له، هذا صحيح، يعطي له، يمنع له، يعادي له، يحب له، يبغض له. نعم أبدني تجدني، يعني أعطني تجدني، صح كده. والثاني قال عد قلبي ولا تعد رغيفي. سيدي ركبت مع سائق، إذا أذنت يعني سلطة سائق أخذ يتكلم عن أسعار السلع، ما يترك السلعة إلا أن هي مشاعر الركاب ما شاركوه في الحوار. عندما جاءت سكتي نزلت، والله قبل أن أنزل قلت له أقسم بالله، قلت له هكذا أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، أنا استفدتش حاجة من اللي حضرتك قلته غير حاجة واحدة، إن أنا ملك. شكله قلت أنا ملك والله شفت عرفت النعم ونحن فيه. نعم أكثر نعم لنفكر بهذا التفكير. لحظة سيب التفكير هذا، أنت ترى نمشي بمن ولا نعرف حاجة في الشارع أصلا، شراء وبيع، أنا يخفون عني أسعار الأشياء، قالوا هذا يموت فيها لو عارف الأسعار، والله ما أعرف شيئا في أي شيء. شوف أنت قلت أنت ملك في هذا الباب، شوف، لأنك أصلا لا يشغلك إلا ربك، هو الله شغلك به، إن أردت أن تعرف أين أنت موضعك شغلك به، ما الذي شغلك به؟ شهادة قال كلاما عجيبا، هو الذي قال أيضا الحب والكره له، لكن قال بل يقدمه على ولده. طب كيف يكون أبا، كيف تكون أما، يعني يقدم الدرهم والدينار على ولده، يذبح الولد من أجل أن يأخذ الدرهم والدينار، ماشي مشاكل، يضحي به من أجل الدرهم والدينار، نعم يفعل ذلك. الدنيا تربعت في القلب، وبعدين الإشكال مش في هذا، الإشكال لو كان قد بلغ من العمر أرزله، وهو على مشارف تجهيز القبر، يعني يجهز قبره، فكيف يكون؟ أبو عمر من تركيا، رضي الله عنه، كان أبو عمر حيالا بتركيا كلها، خلاص عرفنا أشرقت إشراقة ليست بعدها إشراقة،
فلذلك كل من يأتي سينزل تحت هذا الشعاع الكبير. الله اللهم بارك. نعم رضي الله عنه. لكن هو اسمه من اسمي، اسمه أحمد، ما أدري AHMET كيف تنطق، ما أدري، لأنه أحمد لابد دي مش تي كلها، لكنه في الاسم الثاني يلدرم أعتقد. الغرض المقصود هيا هلا بك وبكل تركياته، عندنا إشراقة شمس كبيرة في المجلس، الله تعالى جعلها إشراقة شمس كبيرة، يعني نسأل الله أن تكونوا معنا، يعني هو أيضا يكون أخا لك في الله، لو تحاول أن تصل إليه وتتعاون معه على البر والتقوى، وأيضا يعني تتدرس معا، هيكون أيضا نافع جدا لكل من هناك. نور على نور يا عم شعيب، أنت خلاص بقيت مصري خالص أنت كمان. إذن هنا تعس عبد الدينار، قدم الدينار على ربه جل في علاه، وقدم الدنيا على الله، فلذلك قال تعس، امتلأ تعس. ونحن نصدق أن أغنى الأغنياء إن الذي لم يعلم من أين أخذ وكيف أنفق هذا أتعس الناس، وأتعس منه من أحمد أسرع، أتعس منه من أخذه من حرام ووضعه في حرام، هذا أتعس منه، هذا أتعس الناس. وحسب في الدنيا أنه امتلك والناس يحسدونه، حقيقة الأمر الحجر والشجر يلعنه، الحجر والشجر يلعنه. وأيضا الذي يبتسم في وجهه يذمه من خلفه، ابتسم من أجل أن يأخذ، ولما يأخذ بعد ذلك يذم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميسة، كل بقى هنا له هوى في مسألة الدنيا، كل له هوى في الدنيا، فلذلك تروا هذا هواه في السلطان، في الجاه، في المال، في النساء، في الثياب، في الصفقات. ما دام لم يحكم بالشرع فهو إلى بوار، إلى بوار. قال نعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضاه، هذه صفات المنافقين، نعطوا منها رضوا وإن لم يعطى منها إذا هم يسخطون. هذه يعني في هذا الباب، شهادة أراد أن يقتلني الليلة، قال هذا من بعدينه لدنيا غيري، هذا أخبس الناس، أخس الناس وأخبس الناس، هذا أبخس الناس صفقة وهو أخبس الناس فعلا. في رواية قال تائس عبد الزوجة، الزوجة تأتي به يمينا ويسارا، فهو تابع لها في كل ما تريد من أمر الدنيا. طبعا زوجة يبقى أعلم أن الدنيا كلها تحت قدمها، لأن النساء يعني كما قال وصف الله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. المرأة أهم شيء عندها في هذا الباب هو تحصيل الدنيا والمظاهر، وهذه خلابة. لذلك قال الإنسان تعس عبد الزوجة إلا إذا كانت امرأة صالحة هي خير الدنيا. الإنسان قال للمرأة الصالحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، تعلم إذا رزق الله بامرأة مؤدبة مهذبة نبيلة الخلق راقية اعترفت بخطأ أو بنبل، أحسنت أجادت في الإحسان، قبلت الإساءة بإحسان، لها ما لها من الأخلاقيات الراقية دي التي تذهل لها أن تمتلك الدنيا بحذافيرها، لا سيما وهي أيضا تكون دينة وتكون رشيدة عاقلة ذكية نقية راقية سامية لها همة كهمة السحاب، أنت بذلك امتلكت كل مفاتيح الدنيا، بل أن تقول لها مفاتيح الآخرة أيضا في ذلك، يعني تكون هي يجعلها الله تعالى سيدة على حول ليه، وهذا أيضا اختيار من الله تعالى، رزق من الله تعالى، فليحمد المرء ربه عندما يجد من يجر يده إلى الآخرة دون الدنيا. شوف الله تعالى، لأن القيادة تكون بيد الرجل، قال الله تعالى قال وأمر أهلك بالصلاة، قال كان معه إذا وجد القصور استدار، ثم قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. شوف هو يذهب يقضي، قال وأمر أهلك ها بالصلاة واستبر، فأمر أهلك بالصلاة، وهذه فيها دلالة على أن القائد يفعل ذلك يجره، أما تجره هي فهي نعمة عندما تفعل ذلك. نسأل الله. نعم. عندما وصفنا امرأة نبي هذا وصف الذي أعرفه، هذه وصف يعني سبحان الله، هذه تكون اسمها اللؤلؤة المكنونة، أو تكون هي الإيش الماس الرائع. شوف هناك ذكي عنده همة عليها
طلب على طول. وش بقى قال صاحبك حفظ الله؟ شوف ايش قال، اول ما سمع هذا الوصف قال نسأل الله من فضل وانت لا تعرف قدره. وهنا قال من صفات المنافقين ان اعطي منها رضا ورضي، وان لم يعطى لم يرضى، وهذه من صفات المنافقين. وانا اقول لك اخي الكريم، لن تجد طالبا للدنيا باحثا عنها الا وهو فيه نفاق القلب. لا تجد قط الا كذاب متحايل، حتى يتحايل على ابنه، يتحايل على ابنته، يتحايل على زوجته، يعني المهم انه يصل الى مأربه، الى ما يريد. ومضاف الاسناد احمد بن سلمة اثبت الناس في ثابت، والبخاري لا ياتي به الا في الشواهد. ابن سلمة روى له مسلم في الصحيح في الاصول، اما هنا البخاري يعني لا ياتي به الا في الشواهد. قال ابو جعفر انما اتى به في غير حديث ثابت من قبل ربيبة عبد الكريم ابن ابي العوجاء، وكان متهم بالزندقه، وقال انه كان يدلس او يدس في كتاب حماد ابن سلمة، وهم رجال مسلم والاربعه. قال ابن معين عن احمد مسأل ابن سلمة قال ان رايت من يقع فيه في احمد بن سلمة فاتهمه على الاسلام. لما قال ذلك؟ كان ظهارا للسنه قماعا للبدع، ان صح التعبير، كان شديدا على البدع. وقال عبد المعاصم كتب عن احمد بن سلمة 13,000، وكان ثقه ثبتا، وكان شديدا على اهل البدع. الفوائد المستنبطه، طمع ابن آدم لا يتوقف عند حد إلا بالتراب. الزهد في الدنيا رأس كل فضيلة. أتعس الناس من عبد غير الله جل في علاه، من صرف همته وهمه لغير الله جل في علاه. وكلنا عباد لله، نسأل الله جل في علاه أن نكون من عباده الصالحين. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك إخلاص الوجه لله الكريم، فما كان له دام اتصل، وما كان غير الله انقطع انفصل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.